واحنا بالنسبة لنا في القاهرة بالذات احنا في كم مشروع يعتبر احنا بنعتبرهم مشروعات قومية، اللي هو زي الأسمرات 1 و2 و3، دول حوالي 18500 وحدة. في بقى يعني منطقة اسمها المحروسة 1 و2، دي في حي السلام برضو، دي حوالي 5000 وحدة سكنية. في أرض الخيالة دي برضو منطقة بنبني فيها برضو، هتبقى حوالي 3000 وحدة سكنية. في منطقة الشهبة وادي فرعون، دي كلها مشروعات شغالة فيها دلوقتي المؤسسة العسكرية اللي شغالة فيها، اللي هي أرض الخيالة والشهبة وفرعون، وعاملين معانا متابعة في المحروسة 1 و2. والجدول الزمني لانتهاء المشروعات اللي والله احنا الرئيس مدي تكليف ان هو خلال سنتين. ده يعني غير أمينة ولا ما هو احنا دي المباني دي الغير امنه؟ انا بكلمك على الغير امن، انا بالنسبه لي بتكلم المناطق الغير امنه. تمام. احنا في القاهره نجحنا الحمد لله، يعني مع يعني في ارض الانتاج الحربي دي 200 فد او 250 فدان، منها 50 فدان ملكيه محافظه و 200 ملكيه الانتاج الحربي، هم تنازلوا عنها او خدوا يعني ارض بديله ليها. دي برضو في السلام. انا اعتقد لو اشتغلنا في المحور ده يبقى القاهره ان شاء الله دي خلال سنتين فعلا تعلن ان هي منطقه خاليه من المناطق الغير امنه. ان احنا بالنسبه لنا بنتعامل مع المناطق الغير امنه، اللي هو بالذات اللي هي درجه اولى وثانيه. الدرجه الاولى اللي هي يعني في منزلقات جبليه او سكه حديد او مخرات سيول، الدرجه الثانيه اللي هي عشش ومبنيه بمخلفات بناء، هم دول الاساس اللي عندنا. تمام. هما ده اللي انا بكلمك فيهم، ان احنا بنتكلم في حوالي 184 منطقه. هنقول القاهره خلال سنتين هتكون خاليه من المناطق. احنا بقولك ما انا قلت لك ان احنا خدنا الارض الانتاج الحربي 250 فدان، فاحنا 250 فدان دول المفروض معمول لهم مخطط ان هم لا يقل عن 18000 وحده تانيه.